لا فيلسوف في الكرة. يوسف. لا لا ليس لاعبا يعني تيكي تاك الذي لا يحب الدفاع. غوارديولا. أحسنت. طيب الحكمة ضالة المؤمن صح؟ ليش أنا راح أربط الشاهد بيب المان سيتي؟ ليس هذا هو موضوعنا. مرات لا يحدث أي تغيير في المباراة وهذا عجيب في عالم الكرة، مرة واحد اثنين صح؟ ليش أحيانا في الحياة في الأبناء في نظرية سماها الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، هذا عالم الزلفي وعلامتها، في نظرية سماها نظرية الطبلون. طبلون إيش؟ السيارة. في سيارات مهما ضغطت مهما دعست هذه سرعتها النهائية، صنعها المصنع وكذلك. وفي نوع ثاني من السيارات وش اسمها مثلا؟ سرعتها أكبر مع اختيارك للمكان اللي تسرع فيه. معناها في عالم التربية وعالم الأبناء وعالمنا نحن، اعرف قدراتك. يعني نظرية الطبلون وش يقصد بها الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد؟ أنه لما تأتي لأبنائك أبناء قدراتهم مختلفة لا تكلفهم بنفس العمل. يعني مو شرط كل أبنائك لازم يحفظوا القرآن الكريم، نعم هو من أشرف الأعمال وأجلها، بس واحد ميسر للحفظ بس خليه دائما في هذا الباب، يعني خليه في النطاق الحب والخير والمودة واحتويه. بعض الناس سريع في العطاء فهذه خلاص هذه قوته، بعض الناس يعني مهما دعس يعني أيها الأب أيها المربي حتى في البرنامج. يعني في ناس إلى الآن لم يخرجوا كل ما عندهم لأنه عندك الكثير. وفي واحد مو عيب قد يكون، أنا أذكر كنت في زدرة صدق اثنين جيت للإدارة قلت له خليني أطلع برا، كنا في القاهرة أشتري كتب، قال لي معقولة ناصر أنت بحاجة إلى كتب؟ هذا من أدبه. قلت له خلاص الزاد ترى لازم تجدد، أنا أبغى الآن خلاص بعد شهر ونص كذا أحس أنه البضاعة بحاجة إلى ازدياد. عندك كتب قبل؟ أي ضروري. شوف يقولون الذي لا يقرأ ثلاثة أيام أو يستمع شيء جيد يصبح كلامه مكرراً لا يشد، فكيف بالذي لا يقرأ شهراً؟ مو شرط تقرأ، أنا أقول لك المطولات ترى في كتب سهلة زي الوجبات السريعة. هو عالم اليوم عالم عجيب، أحياناً المقطع لو تلقاه أكثر من دقيقة اثنين ممكن ما تقدر تكمله صح؟ لأن نحن عامل يريد السرعة، عالم يحب السرعة وعالم مشتت. فضل قلت شيء مهم، مو بشرط تقرأ عادي أنك تسمع. نعم في كتب الآن صارت بالاستماع ما في إشكال، المهم أن تستفيد كل يوم، ألا يخلو يومك من الفائدة. أسلم يسار. الآن فيها تطبيقات كثير ممكن تقول أنا صعب علي أني أقرأ، لا تأخذ أنا أحتاجك، صعب علي أني أقرأ أو أنا ما أحب القراءة أنا مستمع، فمشاويرك اللي أنت قضيها شغل الكتاب الفلاني قول يا سالم. أحسن، يعني اليوم بدلاً أننا نقوله ترى الزحام في العالم كله، بدل ما تكثر تقول زحام، هل لما تكثر تقول زحام راح يزول الزحام؟ الآن برد، لما تقول والله اليوم برد برد هل راح يخف البرد؟ بدل هذه الألفاظ اشتغل بما ينفع ويرفع. يعني أنت ستقضي ساعة الآن في الزحام ذهاباً مثال وإياباً في العمل، والله لو أنك تشغل نفسك بتطويرها تصبح أنك تتمنى لو طال الطريق. يعني الآن أنا شغلت بودكاست في أي شيء، يعني مرات في بودكاست عن حرب الماركات، حرب الماركات في اللباس في الأكل في الشرب في كذا مثال أو غيره، لما تسمع وتشوف العالم كيف جالس أحياناً يحفرون لبعض، تشوف كيف العالم هذا أحياناً فيه من الكآبة وأنت يجب أن ترتفع. كان يقول العقاد لأنه إحنا أحياناً وش يحدث للإنسان أن فينا عقدة الكمال، أنا أقول لك لا تحرص على الكمال احرص على النمو. النمو يعني أنك كل يوم تنمو كل يوم تطور نفسك، احرص على النمو والطريق لا على الكمال والوصول. كان يقول العقاد سبحان الله يقول الناس فيهم السارق والكاذب والغشاش والخائن، يقول فلو أنك عاملت كل إنسان بصفته